سلام الله عليكم إليكم. الموعد والتوقيت والقنوات الناقلة لمباراة نهضة بركان المغربي ضد فريق الدجي من البنين برسم الدور التمهيدي الثاني من كأس الاتحاد الإفريقي. الرجاء دعمنا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة لنستمر دائما معكم بالمزيد والجديد إن شاء الله. كأس الاتحاد الإفريقي الدور التمهيدي الثاني، مباراة الذهاب دي جي ضد نهضة بركان. المباراة تلعب السبت 14 من شتنبر 2024. تنطلق المباراة على الساعة 4 بتوقيت المغرب تونس والجزائر، والسادسة بتوقيت السعودي والمصري. بالنسبة لمباراة الإياب فتلعب مساء الجمعة من نفس الشهر أي شتنبر 2024، 20 من شتنبر 2024. وتنطلق المباراة على الساعة 8 بتوقيت المغرب تونس والجزائر، والعاشرة بتوقيت المصري والسعودية. ومن المنتظر إن شاء الله نقل مباراة الإياب على قناة الرياضية المغربية.